أنا اسمي عزيزة خالد علي من قرية كوجو. أول ما طلعت كان عمري 15، وبعدين أخذونا وهسه صار عمري 25، يعني صار لي 10 سنين مخطوفة. قلت لهم أنا يزيدية وكنت عند الدواعش، وهربت وجيت مشان أجي أشوف أهلي وأهلي بالعراق في وحدات حماية المرأة، راح نسلمك لألهم. قلت مين هدول؟ ما بعرفهم. قال هدول راح يوصلوك إلى عند أهلك. قلت لهم أكيد راح يوصلوني لعند أهلي. قالوا أي أكيد وأنت بأمان. صدفة حلوة صارت بذكرى مجزرة شنغال، تم تحريركم، راح يتم تسليمكم لأهاليكم بشنغال إن شاء الله. هذا أكبر انتقام من داعش، أكبر انتقام من كل ذهنيات اللي بتتسلط على المرأة وتشوف المرأة صغيرة تسلب إرادتها. وحدات حمايات المرأة حرروني، وهسا أنا بأمان، وبعد 10 سنين أرجع على أهلي. ومن وصلت لهون كمان عرفت أن أختي اللي كانت عند الدواعش كمان تحررت، كمان فرحت فيها كثير وقالوا نحن حررناها. كان في بيشمركة من فاتوا علينا هنين هزموا راحوا، خلصوا حال وتركوا نسوان بين يديهم. وارتحت أكثر بعد ما تواصلت مع أمي وخواتي، وأختي اللي تحررت قالت أنا كمان كنت عند وحدات حماية المرأة وأجيت مثلك وقعدت عندهم، وأختي راحتك معهم وراح يوصلوك إلى عندهم بخير وسلامة. يا بتي، وحدات حمايات مرأة ساعدونا على البنات اليزيدية وخلصونا، والحمد لله صرنا بأمان.